اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ترند الاهلي، اهم وابرز الاخبار في السوشيال ميديا عن النادي، ونبتدي من موقع او من خلال الحساب الرسمي للوطن الرياضي على فيسبوك، اللي بيتكلموا على ان الاهلي يرفض التفريط في عمار حمدي بالموسم الجديد. كل الامور دي برده لسه ما تمش حسمها بشكل كبير. عمار حمدي طبعا من اللاعبين المميزين جدا، للاسف كان حظه وحش في كاس العالم قبل اول مباراه بيومين تقريبا، جاله قطع في الرباط الصليبي، وكان مؤدي موسم اكثر من رائع مع الاتحاد السكندري في فتره الاعاره الاخيره بالنسبه له قبل ما يرجع النادي الاهلي، لكن هو الحظ ساعات بيبقى سيء مع البعض يعني. لكن ان شاء الله باذن الله هو بيتعافى من الاصابه الفتره اللي جايه، يكون موجود سواء بقى مع الاهلي او يطلع اعاره او كلام من ده. الامور دي هيتم الاعلان عنها بشكل رسمي لاحقا من خلال النادي. خلينا نروح لخبر اخر وهو بيخص قفشه، وده من اليوم السابع على فيسبوك، بيقول ان قفشه ينزع السلك اليوم اللي يبدا التاهيل من جراحه فت جدار البطن في الاهلي يعني. واحنا كنا اتكلمنا يعني من زمان قوي قوي على قصه قفشه دي وموضوع الفت اللي جاله في جدار البطن، ومش اول مره ان هو يعمل الجراحه دي، عملها قبل كده من 3 سنين او 3 سنين ونص في الجانب معاكس للجانب بتاع المره دي او بتاع الجراحه بتاعت المره دي، لكن هو خلاص بيتعافى. وموضوع خلي بالكم مش صعب يعني، موضوع الفتق ده مش صعب يعني، قفشه ان شاء الله واحده واحده يخش عادي تدريبات بقى بعد كده باذن الله مع المجموعه اللي كانت مريحه. ويمكن قفشه الفتره اللي فاتت بالمناسبه يعني كان يعني بيلعب ماتشات كتير جدا جدا وهو بيعاني من الاصابه دي بالمناسبه. مش اصابه مؤثره قوي، ما تاثرش في مستواك قوي، لكن تضايق شويه يعني، تضايق شويه ما تديلكش اريحيه بشكل كبير جدا في الاداء اللي بتقدمه حتى في التدريبات على مستوى التدريبات. يمكن تدريبات البطن بالتحديد كان قفشه ما بيقدرش يعملها، اكلمكم بشكل محدد جدا يعني. الحاجه الوحيده من تدريبات البطن اللي كان بيقدر يعملها هو موضوع البلانك ده، اعتقد الناس عارفينه، الناس المتخصصه في الجيم والتدريبات يعني عارفين البلانك دي هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون مرتبطه شويه بتدريبات البطن كان بيعملها قفشه، فيما عدا ذلك ما كانش بيقوم بالتدريبات دي. لكن ان شاء الله يرجع وباذن الله يكون اضافه كعادته لقائمه النادي الاهلي في الموسم الجديد. طيب خلينا نروح لخبر اخر وهو من المصري الرياضي على فيسبوك، نفس الكلام على قفشه، وقال تحملت على نفسي عشان الاهلي، قفشه يرد على تاخره في اجراء جراحه الفتاء. واحنا شرحنا دلوقتي لحضراتكم التفاصيل بخصوص الجزئيه دي، والراجل كان بيعاني من الاصابه دي بقاله فتره، لكن في نفس الوقت تحامل على نفسه عشان توالي المباريات والبطولات المهمه. ويمكن ناس كتير انتقدت قفشه على مستواه وكلام من ده، مش بقول ان ده سبب رئيسي موضوع الاصابه، لكن في نفس الوقت ناس كتير كانت بعيده عن مستواها بسبب ضغط الماتشات وتعاقب وتلاحم المواسم وكلام من ده. عوامل كتير يا جماعه في الحقيقه يعني. ورغم كده الاهلي ظلم تحكيميا بشكل واضح جدا، ما فيش حد مختلف على الجزئيه دي، ورغم كده برضه اكيد في تقصير بشكل او باخر عشان نبقى موضوعيين ومنطقيين يعني، الناس بتتكلم بمنتهى الصراحه يعني. فده بخصوص قفشه. خلينا نروح لخبر اخر وده من خلال في الجول، وبيقولوا ان مصدر مقرب من وليد سليمان في الجول بيتكلموا على ان فرص وليد سليمان في الظهور بمباراه سيراميكا كليوباترا قليله بسبب معاناته من الام في الرقبه، ولا توجد خطط لتكريم اللاعب على هامش المباراه. ويعني وليد سليمان خلاص اتكلمنا برده عن وليد في اول الحلقه، وقال لنا برده زميلنا محمد توفيق من هناك في التتش قال لنا ان صعب جدا وليد سليمان يكون موجود في مباراه اليوم بسبب الاصابه، وهي المباراه الاخيره ليه في الموسم الاخير ليه مع كره القدم. تعالوا للخبر ده، وده من في الجول وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا ان في مصدر مقرب من بيرسي تاو نجم النادي الاهلي الجنوب افريقي قال ان وصل بالفعل عرض من لوهافر الفرنسي لضم تاو، لكن النادي الفرنسي لم يتلقى اي رد من الاهلي، وان هم بيرغبوا بشده في تحديد الموقف لان باب القيد في اوروبا يخلص او يقفل خلال يومين بالتحديد يوم 31/8، فبالتالي الناس عايزين يحددوا الموقف. في حاله وجود عرض رسمي مقدم لبيرسي تاو داخل النادي الاهلي اكيد هيبقى في دراسه للعرض، ومن المؤكد ان لازم يكون العرض مرضي للنادي الاهلي. النادي الاهلي دفع بيرسي تاو فلوس كويسه جابه من برايتون، مش متذكر الرقم كويس بكام يعني، لكن في نفس الوقت انت عايز لو عايز تبيعه هتبيعه برقم يكون قريب من الرقم اللي انت اشتريت بيه. النقطه الثانيه، الناس تدرس الموقف ايه، في قناعه يا جماعه بالمناسبه بامكانيات بيرسي تاو. بيرسي تاو لعيب كبير جدا ولاعب دولي مميز وابرز من ابرز اللاعبين في منتخب جنوب افريقيا، ولاعب لعب في اوروبا وبلجيكا في انجلترا وكلام من ده في كل الدوريات دي، فهو لعيب كبير. الحظ ما عنده شويه مع الاهلي دي حقيقه، لكن ماذا لو عاد بيرسي تاو بلياقه كامله جدا بتعافي تام من الاصابات بكل الامور دي بمهاراته بامكانياته، هيفرق مع الاهلي لو استمر. مين اللي يحدد الكلام ده؟ هم الناس الفنيين في النادي الاهلي بقى، هم ادرى بالقصه دي، والله يكون في عونهم بصراحه، الله يكون في عونهم لان المرحله صعبه.
وكمان موضوع صفقاته ومفاوضاته وكلام من ده الموضوع مش سهل يا جماعه، والله العظيم متعب جدا. تعالى بقى للخبر ده، سبورت 360 على تويتر بيتكلموا على اطول سلاسل تتويج بطوله الدوري المصري في تاريخ البطوله، تفوق اهلاوي طبعا، يعني الواحد مش شايف غير الاهلي وفي بعد كده الزمالك. طيب بص بقى، الاهلي خد الدوري 8 مواسم ورا بعض امتى؟ في مره واحده، تمام، اللي هي من موسم 2004 2005 لحد موسم 2013 2014. بعد كده 5 مواسم ورا بعض خد الدوري في مره واحده او في مناسبه واحده، من موسم 2015 16 لحد 19 20. بعدين 3 مرات بشكل متتالي خد الدوري من خلال مرتين، او يعني المناسبه دي تكررت مرتين، ان هو قعد 3 مواسم بياخد الدوري. وبعد كده خد موسمين مره واحده الدوري، يعني الدوري يبقى بشكل مكرر لسنتين مره واحده. بعد كده 9 مواسم مره برضه، من موسم 48 49 لحد موسم 58 59، و7 مواسم مره واحده، من موسم 93 94 لحد 99 2000، و4 مواسم مره واحده، من موسم 2000 من موسم 78 79 لموسم 81 82. في المقابل نادي الزمالك مثلا حقق بطوله الدوري مرتين متتاليتين، اخرهم المره دي لمده 4 مرات، اللي هو 1964 لحد اللي هو موسم 64 65، وبعدين عندك موسم اللي بعده 92 93 لحد ماشي كل يعني اللي هم يعني 2003 2004 2002 2003 الكلام من ده، يعني تفوق واضح وتاريخي مش محتاج للنادي الاهلي بصراحه، تفوق كبير جدا. فطبعا ده ما بيقللش من اي نادي تاني، كل الاحترام لجمهور نادي الزمالك وكيان النادي نفسه، يعني النادي برضه من انديه كبيره، لكن في نفس الوقت تفوق ساحق بالنسبه للنادي الاهلي. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل، يلا.